عن انواع التركيبات الثابته، بس الاول هنتفرج على الانترا اورال كاميرا اللي هي بتساعدنا في الكشف وبتوري العيان معانا، يعني بيتفرج معانا احنا هنشتغل على ايه بالظبط. بيبقى معانا هنا باينة فيها كل دي اسنان مسوسه وفي اسنان محشيه، يعني اي حاجه بتبان معانا على الكاميرا بيكون العيان باصص عليها معانا وممكن ناخد منها اي تصوير. هنا مثلا الدرس ده، هنا الدرس ده هنلاقيه ان هو كان معمول له حشو عصب وهو اتكسر كان قبل كده، فده ضروري ان احنا نعمل له كراون. الكراونز عندنا منها نوعين، نوع اسمه زيركونيوم، ده نوع احدث من النوع البورسلين المتعارف عليه. الفرق بينهم ان البورسلين بيكون معدن متغطي بطبقه البورسلين، انما الزيركونيوم ده بيكون سنجل بلوك، يعني هو حاجه واحده بتتحفر كمبيوترايزد، مفيش اي معمل، مفيش اي دكتور، مفيش اي حد بيتدخل فيها. ده بيخليها مظبوطه اكتر، ولان هي ما فيهاش معدن ده بيخلي وزنها اخف اكتر للعيان، بتكون هي اكتر للسة، ما بتعملش الصبغات الغامقة. غير كده ان هي عشان حجر وقطعة واحدة على بعضها، غير في البورسلين ممكن حتة بورسلين تتكسر وتخلي التركيبة محتاجة تتغير، الزيركونيوم بتكون حتة على بعضها بتخليها تستحمل اكتر الضغط بتاع المضغ مهما كان قوته، وتقريبا بيكون 3 اضعاف قوة البورسلين. زي ما احنا شايفين هو فاقد الاضراس الخلفية عنده، تقريبا مفيش غير ضرس العقل ورا. طبعا احسن طريقه لتعويض الاضراس المفقوده ودلوقتي والحديث هو زراعه الاسنان في المكان الخلفي ده. طبعا احنا بنطلب الاول اشعه ثلاثيه الابعاد، الاشعه دهيت على اساسها بنحدد كثافه العظم اللي نقدر نحط فيه الزراعه. بعد كده بتتم عمليه الزراعه وبينتظر المريض من شهرين لثلاث شهور على بال ما يركب التركيبة بتاعته. هنتكلم النهاردة عن البليتشنج. البليتشنج هو أحد فروع طب الأسنان، إن احنا بنفتح لون السنان عن الدرجة الطبيعية. إشاعات عن التبييض، التبييض ما بياكلش من طبقة الأسنان، التبييض ما بيضعفش من طبقة المينا. طب الأسنان اتطور وبقى إن احنا نقدر نعمل بليتشنج في جلسة واحدة، والعيان بيحس بالفرق في نفس الجلسة. عيادة الأسنان الأطفال بنستقبل الطفل، طبعا لازم نستقبله بترحاب ومبتسمين. بيجي ما بنحسسوش ان هو العيادة دي حاجة مخيفة او ان هو جاي لدكتور ياخد إبرة، لكن دايما بنفهمه انه انت جاي تلعب، انت جاي تستمتع، هتتفرج على كرتون، احنا جايين هنركب طيارة. يعني بدل ما نقول ان هو ده كرسي أسنان مخيف، بنقول ان دي حاجة، دي طيارة انت بتيجي تركب عليها. كمان بيكون في معاملة مختلفة تماما لما بنيجي مثلا نحتاج ان احنا ندي حقنة البنج، ما بتكونش ان احنا نقول له انا هديك حقنة، يعني دايما بنحاول نتعامل بطريقة مختلفة، اقول له انه دي مثلا احنا هنقص السوسة هننيمها علشان هو يبدأ يتأهب ان في حاجة ممكن يحس بوجع، لكن في نفس الوقت هو مش حاسس ان دي إبرة او حقنة بنج. حاجة كمان انه دايما في بعد ما تخلص الزيارة وهو طالع بنبدأ نديله بوكس كده فيه هدايا، وهو بينقي الهدية اللي هو عايزها، فبيبقى مستمتع قوي ان هو يجي تاني مرة لانه حاسس ان في حاجة، هو هيجي يلعب، هو هيروح مكان يستمتع فيه، مش هيجي الدكتور هيتألم او هيتوجع او هياخد إبرة.